يا ترى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الدولية عملت ايه في الساعات الأخيرة؟ وقالت ايه عن الاقتصاد المصري واللي رفعت تصنيف شركة مصرية لأكبر درجة إيجابية؟ وهل ده بداية النهاية لسلسلة التقارير السلبية عن الاقتصاد المصري؟ وايه اللي هيحصل في التقرير اللي جاي؟ وايه حكاية المليارات اللي جاية مصر قريب؟ بانكير نبض البنوك. طبعا كلنا عارفين ان وكالة التصنيف الدولية طلعت تقارير سلبية عن الاقتصاد المصري في اخر مرة، ورغم ان التقارير دي كانت مسيسة في اغلبها لانها مش بتتوافق المؤشرات الاقتصادية في مصر اللي ما حصلش فيها اي تطور كارثي زي العجز مثلا عن سداد الديون او خروج التضخم عن السيطرة، وكانت الحقيقة تقارير مجحفة جدا وقفت حال الاستثمار المباشر. لكن خلونا في الجديد واللي بيقول إن وكالات التصنيف الدولية دي بتتجه لتغيير نظرتها الاقتصادية للاقتصاد المصري بعد الضوء الأخضر الأوروبي والأمريكي لصندوق النقد بدعم مصر. وشفنا إزاي الصندوق غير نظرته من تحذير وتعنت لتعاون ودعم كبير هيتم الإعلان عنه قريب جدا، وده هيفتح الباب قدام وكالات التصنيف الائتماني العالمية علشان تغير درجة تصنيفها للاقتصاد الوطني بإيجابية أكتر، وده طبعا هيفتح المجال قدام عودة الاستثمار بقوة. ولرئيس جهاز التمثيل التجاري طلع وأكد إن في أكتر من 21 مليار دولار استثمارات هتدخل مصر الفترة اللي جاية. في الساعات الأخيرة بدأت مؤسسة فيتش العالمية تغير رأيها، وبدأت برفع تصنيف شركة مصر التأمين من EGAA إلى EGAAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وده أعلى فئة تصنيف تمنحه شركة فيتش العالمية لمؤسسة مصرية نظرا لقوة مركزها المالي ومكانتها المتميزة بالسوق كأكبر شركة تأمين مصرية، وذلك بعد المراجعة. وأكد عمر جود عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي على أن رفع مؤسسة فيتش لتصنيف الشركة للتصنيف الأعلى بعد المراجعة ليصبح EGAAA مع نظرة مستقبلية مستقرة بمثابة شهادة تفوق وريادة بتمنح لشركة مصر للتأمين، على الرغم من الصعوبات والتحديات اللي بتمر بها الصناعة ليس محليا فحسب وإنما عالميا. واعتبر كمان ان ده بيعد نتاجا لما تؤمن به شركة مصر للتأمين وما يعد عقيدة راسخة لدى ادارتها ان الفرصة بتخلق من رحم الازمة، مشيرا الى ان شركته برعت على مدار تاريخها الذي شرف على 90 عاما في استثمار التحديات والصعوبات وتحولها لنقاط من القوة وفرص للتميز والتفوق. واكد ان رفع التصنيف الائتماني للشركة جاء تأكيدا على انها رائدة في مجال التأمين ولها تعاملات على نطاق واسع على المستوى الاقليمي، وتتمتع بالعديد من الميزات التنافسية القوية واللي أهلتها لنيل التصنيف العالمي، وإنها بتتميز بهيكل رأس مال قوي للغاية وفقا لنموذج رأس المال الخاص بمؤسسة التصنيف العالمية، كما تتميز الشركة بأداء مالي قوي. تصنيف فيتش الأخير للشركة المصرية العملاقة، الخبراء شايفين أنه خطوة أولى لتعديل نظرة وكالات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري واللي ظلمته التصنيفات الأخيرة، ودي بداية الانفراجة في الملف الاقتصادي المصري كله واللي داخل على مرحلة مفصلية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية امبارح. تحية لحضراتكم وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.